Hello, hello, hello again, everybody. درس اليوم عن possessive nouns, singular or plural. Okay. درس كتير مهم. هو بسيط ولكن مهم جدا بالنسبة خصوصا للكتابة. في ناس بتغلط ما بتعرف تكتب بهالموضوع هذا. عم نقول نحن شو possessive noun, الاسم الملكي, يعني شيء ملك حدا. يعني مثلا هون عم بقول this is my brother's car. هذه تكون سيارة أخي. يعني أنا ما فيني أقول جملة هذه سيارة أخي بدون ما أحط الأبوستروفي أس. لكن أي اسم مفرد بده شيء يكون تابع لأله ملكه بدك تحط أنت أبوستروفي أس بعدين بتحط الكلمة. يعني فيني أقول أنا حتى This is my brother's friend. هذا يكون صديق أخي. Okay. This is my brother's class. هذا يكون صف أخي. اوكي بدون هالابوستروفي اس بتصير هون الجمله هذا يكون اخي سياره. نو هذه تكون سياره اخي. ادمز تيتشر از فيري جود. استاذه لادم يكون كثير منيح. اذا ما بحط الابوستروفي اس ما بيمشي الحال, المعنى خطا, بصير ادم استاذ يكون جيد كثير جيد. استاذه لادم يكون كثير جيد. My son's books are expensive. كتبه لابني. الكتب تابعين لابني. لكن ما فيني اقول my son books بصير ابني كتب. No. كتبه لابني. My son's books are expensive. كتير غاليين. My daughter's toys. العاب لبنتي. اوكي. العاب تابعين لمين؟ لبنتي. My daughter's toys. اتفقنا؟ هيدا كله عم نحكي بعدنا بالسينجلر nouns, الأسماء المفردة. أخي, شاب اسمه آدم, ابني وبنتي. ننتقل للجمع. الجمع أهين من هيك, كتير سهل. شو بنعمل ساعتها؟ بنزيد إذا هو التلميذ بنعمل تلاميذ students وبنحط بس apostrophe بالآخر. أوكي؟ يعني ما فينا نحط apostrophe أس مثل فاء, لأنه كمان إذا حطيت أس تاني بتصير my students. No. You cannot do that. What the hell is that? We're playing the drums. No. Okay. My students' books. Okay. يعني كتبهم لتلاميذي. هلا بتقلي طيب كيف بدي اعرف الواحد انه انا ما عارف انت عم تقول my students' books. وطبعا من سياق الحديث عشو عم نحكي بيكون واضح. لما بحكي التلميذ واحد اذا قلت انا my students' books يعني كتبوا لتلميذي. Okay, ولما بقول my students books كتبون لتلاميذي. هلا the driver's rules, قوانين تاعت يعني القوانين تاعت السائقين. The driver's rules. The soldier's weapons, أسلحة الجنود. أسلحة الجنود. Soldier's weapons. لكن بالsingular منحط apostrophe S مثل ما قايل أنا هون. وبالplural منحط الأس منزيدها للكلمة لتصير جمع. منحط بس apostrophe. Okay. بتمنى درس اليوم كمان استفدت منه كتير. If you have any questions or comments, you know where to post them. Okay. And as I always say, I'll be more than happy to answer any and all of your questions. So until then, you take care of yourselves and I'll be talking to you real soon. Bye-bye for now.